يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه مهمه جدا النهارده، هنتكلم فيها في العديد والعديد من التفاصيل المتنوعه في مختلف الاصعده، سواء محليا عالميا، وقبل كل ده كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي وجمهوره. فبالتالي ده امر مهم جدا، وحلقه هتكون دسمه كمان، لكن مهم قوي كمان تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم. السؤال هو: ايه هي افضل مباراه من وجهه نظرك للنادي الاهلي هذا الموسم في مختلف البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي؟ احنا عارفين بطولات كتير جدا شارك فيها في الحقيقه الفريق، فبالتالي ايضا في مباريات كتير جدا كويسه، افضلها ايه من وجهه نظرك؟ تواصلوا معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام. وفي الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد هناخد تفاعلات حضراتكم، لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين. نشوف في ترند الاهلي: الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه الجونه، ومحمد شريف جاهز للقاء. أما في الترند العالمي: دروجبا يطلب من صلاح تحطيم الرقم القياسي. طيب دي أهم العناوين وكلام كتير جدا هيكون مهم، لكن خليني أقول لحضراتكم أبرز المباريات كمان اللي على مدار اليوم النهاردة في مختلف الدوريات. نبتدي بمباريات الدوري الإنجليزي. النهاردة مفيش دوري مصري، بكرة أعتقد هتستأنف مباريات الدوري المصري، لكن النهارده الدوري الانجليزي فيه ثلاث مباريات فقط، منهم مباريتين اتلعبوا وخلصوا خلاص، ابتدوا الساعه 3 العصر. اول مباراه كانت ما بين ساوثامبتون ومانشستر يونايتد في ملعب ساوثامبتون، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 في مفاجاه لجماهير مانشستر يونايتد اللي كانت متعشمه بشكل كبير قوي قوي في انطلاقه مميزه هذا الموسم بعد الفوز في المباراه الاولى بنتيجه كبيره وهي 5-1. لكن النهارده خلصت المباراه بالتعادل الايجابي. اما المباراه اللي كانت في نفس التوقيت كانت ما بين ويلفرهامبتون وتوتنهام، وتوتنهام فاز بهدف للا شيء احرزه ديلي الي من ضربه جزاء في الشوط الاول. المباراه كانت على ملعب ويلفرهامبتون، وهي كانت مباراه خاصه جدا لان نونو سانتو المدير الفني لتوتنهام هو كان المدير الفني السابق لويلفرهامبتون، ففي ثاني مبارياته الرسميه مع توتنهام بيلاعب فريقه السابق ويلفرهامبتون. طيب المباراه الاخيره وهي قمه الجوله في الدوري الانجليزي الجوله الثانيه تحديدا، واللي هتنطلق في تمام الساعه 5:30، هي مباراه ارسنال وتشيلسي. مباراه قويه جدا، والتشكيل نزل لوكاكو اساسي في اولى مبارياته بعد العوده لتشيلسي والتعاقد بشكل رسمي مع الفريق، فمباراه هتكون مثيره جدا وقويه جدا. وارسنال يعني جمهوره ما عندوش ثقه كبيره جدا في فرقته، لكن في نفس الوقت هي قمه في كل الاحوال، ف الجماهير اكيد هتتمتع بهذه المباراه. ده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. اما بخصوص الدوري الاسباني فمباريات اليوم في الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونه بالامس بنتيجه 1-1، النهارده في عدد من المباريات: ريال سوسيداد في مباراه انطلقت منذ دقائق مع رايو فاليكانو، دي تعادل فيها سلبي حتى الان بدون اهداف، انطلقت بالظبط من حوالي دقيقتين او ثلاثه. اتلتيكو مدريد هتلعب الساعه 7:30 مساء مع اليتشي، وليفانتي مع ريال مدريد الساعة 10 بالليل. ريال مدريد عايز يواصل انطلاقته الجيدة في بطولة الدوري بفوز في المباراة الأولى، وبيتمنى انه يفوز في المباراة الثانية أمام ليفانتي والفرص متاحة. أما بخصوص الدوري الإيطالي، النهاردة في عدد أيضا من المباريات، ماتشين الساعة 6:30 وهم أودونيزي مع يوفنتوس، وبولونيا مع ساليرنيتانا، ماشي، نادي طبعا صعد من الدرجة الثانية للدرجة الأولى في الدوري الايطالي، لسه الاسم مش واخدين عليه قوي، لكن في كل الاحوال ايضا اكيد مباريات مهمه. اما الساعه 9:15 ففي ماتشين تانيين في الدوري الايطالي: نابولي مع فينيزيا، وروما مع فيورنتينا، دول ايضا ماتشين مهمين جدا. اما بخصوص مباريات اليوم في الدوري الفرنسي، حتى الان ميسي ما لعبش ولا مباراه مع باريس سان جيرمان، لكن بنسبه كبيره المباراه اللي جايه في الجوله الجايه لباريس سان جيرمان هيشارك فيها ليونيل ميسي بعد ما اصبح جاهز. لكن في العموم ليون لعب الساعه 1 ظهرا مع كليرمون، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 3-3. بوردو مع انجيه التعادل ايجابي 1-1، كانت مباراه الساعه 3 ايضا او ابتدت في تمام الساعه 3 عصرا، وكان معها ثلاث مباريات اخرى: ميتس الفرنسي مع استاد ريميس تعادل ايجابي 1-1، مونبلييه مع لوريان فوز مونبلييه 3-1، وستراسبورغ مع تروا
تعادل إيجابي 1-1 في المقابل مباراة أخرى بتنطلق في هذا التوقيت ما بين ريان الفرنسي مع نانت، تعادل سلبي 0-0، ونيس مع مارسيليا. دي مباراة هتكون الساعة 9:15 آخر مباريات الجولة في الدوري الفرنسي. ده فيما يتعلق بعدد كبير جدا من المباريات النهاردة بالتحديد في الدوريات الأوروبية، لكن اللي بيهمنا دايما أخبار وتفاصيل للنادي الأهلي واستعداداته كمان للمباراة المولة أمام الجونة، رغم أن الفرص ضعيفة بخصوص الفوز ببطولة الدوري، لكن بالنسبة لنا احنا كأهلوية أي مباراة بيلعبها النادي الأهلي هي مباراة مهمة، وأي يوم هنشوف فيه النادي الأهلي فهو يوم بيكون خاص جدا. المباراة الجاية للنادي الأهلي هتكون مع الجونة يوم الثلاث، فمنتظرين هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله الأهلي يتفوق فيها، وماتش هيكون هناك في الجونة فهيبقى ماتش صعب جدا. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. تفاصيل الاستعدادات كلها هتكون معنا بعد الفاصل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. الأهلي أكيد بيستعد خلال الأيام الحالية سواء النهاردة أو بكرة، استعداد مهم لمباراة الجونة، مباراة غاية في الأهمية في بطولة الدوري الممتاز أيا كان موقفك في البطولة إيه، لكن بيبقى مهم بالنسبة لك قوي كنادي وأيضا كجماهير للنادي الأهلي أنك تطمن على الفرقة بشكل كبير حتى في ظل الضغوط الكبيرة اللي بيتعرض ليها لاعبي النادي الأهلي بالتحديد من حيث الجانب البدني والذهني بسبب ضغط المباريات وبسبب كمان تعدد البطولات. فيعني أمور كلها اتعودنا عليها خلال الموسمين ثلاثة اللي فاتوا، لكن في كل الأحوال بتحاول بقدر المستطاع أن أنت تتعامل معها بالشكل أو بآخر، وفي الآخر بتحاول بكل ما أوتيت من قوة أنك تحقق أهدافك. وارد أن هدف من أهدافك ما توصلوش، لكن في نفس الوقت أنت عندك قوام فرقة مميز جدا. أنا بتكلم ليه في الحتة دي؟ لأن لازم يا جماعة وجب الإشادة، وده أمر منطقي جدا أن احنا نشيد بالجهاز الفني واللعيبة دي، حتى والأهلي على اعتاب فقدان بطولة الدوري، حتى لو الأهلي هيخسر بطولة الدوري كل شيء وارد في الكورة طبعا، لسه في ماتشين لازم الزمالك يكسب الماتش الجاي عشان ياخد الدوري، كل شيء وارد في الكورة تمام، رغم ان البنك الأهلي كمان خلاص هبط للدرجة الأدنى يعني، لكن في كل الأحوال أي حاجة ممكن تحصل في الكورة. الأهم بالنسبة لنا إيه؟ إن الناس دي لازم تاخد حقها، وهي دي ثقافة جمهور النادي الأهلي، وهو ده اللي بيميز جمهور النادي الأهلي على أي جمهور تاني. الأهلاوية عارفين كويس جدا جدا الفرقة دي عملت ايه على مدار السنتين اللي فاتوا او السنتين ونص. الواحد بقى يتلخبط ما بين الفترات اللي حقق فيها النادي الأهلي البطولات بسبب ايه؟ اولا بسبب التلاحم المواسم في بعض، فانت ما بقتش عارف البطولة دي في انهي موسم بالظبط ودي في انهي موسم بالظبط، لكن اللي احنا عارفينه ايه؟ المجمل الناتج. الناتج ايه؟ الاهلي حقق 2 دوري ابطال افريقيا، كنا لسه بنقول الواحد حاسس ان اول امبارح كان لسه بيقول ايه؟ احنا عايزين التاسعه يا اهلي، لا احنا دلوقتي اهو في 7 شهور 8 شهور بس بنقول احنا عايزين البطوله رقم 11 يا اهلي في دوري ابطال افريقيا، فلك ان تتخيل ان الفريق ده بقدراته العظيمه دي والمميزه دي بجهازه الفني المحترم قدر ان هو يجيب بطولتين دوري ابطال افريقيا بشكل متتالي ومميز جدا وباقناع وامتاع كمان في البطولات الافريقيه. الفريق ده قدر ان هو يجيب السوبر الافريقي في ماتش كان صعب جدا مع نهضة بركان، الفريق ده اللي جاب كاس مصر. انا كل ده بتكلم على الفتره القليله اللي فاتت يعني في عز الظروف والازمات الكرويه الكتير والكلام من ده اللي عانى منها العالم كله يعني. جبنا كاس مصر وجبنا الدوري السنه اللي فاتت وجبنا بطولات كتير جدا 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 يعني، خدنا برونزيه كاس عالم الانديه وهنشارك تاني في كاس العالم وهنلعب سوبر افريقي تاني، وعندنا لسه سوبر مصري ما تلعبش بتاع السنه اللي فاتت او المفروض بيتلعب مع بدايه كل موسم يعني ما تلعبش الموسم ده مع طلاع الجيش. فتحديات كتير جدا بيشارك فيها النادي الاهلي، النادي الاهلي نجح بنسبه حتى هذه اللحظه 100% بخصوص الفوز بكل البطولات اللي هو بيشارك فيها حتى هذه اللحظه. فبالتالي الناس لازم تكون واخده بالها من الجزئيه دي بشكل كبير قوي، ان احنا عندنا فرقه كبيره وعندنا لعيبه مميزه وافضل فريق في افريقيا. في ناس بتقول ان هم عندهم افضل فريق في افريقيا بس من غير امار، هو ممكن تكون عناصر كويسه جدا لكن الاماره دايما بتكون ايه، او الدليل على كده دايما بيكون ايه؟ البطولات. الدليل ده موجود فين؟ في الاهلي. البطولات موجوده فين؟ في الاهلي. فبالتالي انت عندك فعلا افضل فريق في افريقيا.
الاهم بالنسبه لنا طبعا الاستمراريه في الحفاظ على البطولات والفوز، رغم ان انت بتنافس فرق كبيره جدا جدا، وبيبقى في صعوبه جدا في اطار المنافسات المختلفه، لكن دايما بتراهن على شخصيه الاهلي وعلى قوه النادي الاهلي سواء على مستوى الانجاز الفني او مستوى اللاعبين. فانا حبيت اتكلم في الجزئيه دي ليه، ونفكر بعض بانجازات النادي الاهلي والقابه على مدار الفتره اللي فاتت ليه. هقول لك ليه. لان لاحظنا على مدار كام يوم اللي فاتوا او الاسبوع اللي فات تحديدا، بعد ما الفرص اصبحت قليله بخصوص الفوز ببطوله الدوري، فالبعض اتكلم على موضوع ان النادي الاهلي لازم يعمل صفقات، مش كده بس، يا ريته كده بس، هو طبيعي الاهلي يعمل صفقات، اي فريق بطل وعايز يحافظ على القاب وبطولاته طبيعي يعمل صفقات ويدعم فرقته، ده الطبيعي. لكن وصل الامر الى ان قال لك الاهلي محتاج يبني فرقه. ازاي نبني فرقه؟ ازاي؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه الاهلي هيبني فرقه؟ هو الاهلي لسه هيبني؟ امال الفتره اللي فاتت دي كلها الاهلي كان بيعمل ايه؟ طيب لو وجهه نظري مثلا غلط، او وجهه نظر الناس المتفقه معايا غلط، طب ايه الدليل اللي يخلينا نقول ان لازم الاهلي ده عايز يبني فريق؟ عشان خسر بطوله؟ لو خسرها، عشان خسر مثلا ماتش، عشان ايا كان ايه اللي حصل؟ لا طبعا، امر غير منطقي وكلام غير منطقي. ليه برضو؟ لان انت واخد بطولات قد كده بنفس اللعيبه دي، بنفس الجيل ده، بنفس الفرقه دي، بنفس العناصر، بنفس الجهاز الفني، كسبوا كل التحديات الكبيره، كل المباريات الكبيره، اي تحدي انت اشتركت فيه نافست عليه انت كسبته، تفوقت كمان، مش مجرد كسبت. عارف لو بطوله واحده نقول لا ده حظ، الجيل ده محظوظ، المدير الفني ده ماشي مشيت معاه كده، لكن ده في بطولات متتاليه بشكل مميز. فيجب يا جماعه ان احنا نفصل ما بين امر طبيعي اللي هو الاهلي يدعم صفقاته، وامر غير طبيعي ان الاهلي يبني فريق. لا، الاهلي باني فريق، الاهلي عنده فرقه ما شاء الله عليها، محتاجه تدعيمات. حتى لو عندك مين برضه لازم هتدعم، اي فريق في العالم بيدعم، بالذات وبالتحديد الفرق اللي بتلعب على كل البطولات، اللي بثقافه وعقليه الاهلي، اللي بسمات النادي الاهلي. اي فريق عايز ينافس على الالقاب حتى لو عنده اقوى فرقه في الدنيا لازم هتقعد تدعم، وكل شويه هتلاقي ثغرات تقعد تسدها، ده طبيعي جدا جدا. فيجب التفرقه بين التدعيم المنطقي والهدم ثم البناء بدون اي اساس وبدون اي دليل واضح وبشكل غير منطقي. فاحنا مش عايزين يا جماعه نجر النغمه دي خالص، ما تروحش الناحيه دي. بنهتم بالصفقات، احنا بنحب شويه كجمهور كره مصريه بشكل عام دايما موضوع الصفقات ده بيشدنا، هنجيب مين، واللي بيحب فرقته قوي بيبقى عايز احسن لعيبه تبقى موجوده، الكلام ده انا بقول لكم اطمنوا. الشيء بقى بالشيء يذكر، عندنا فرقه، عندنا فرقه، لكن تعالى لي بقى في موضوع الصفقات، وانا هرد عليك في موضوع الصفقات. الاهلي هيدعم، مؤكد هيدعم، مؤكد، انا بقول لك مؤكد هيدعم، بس هل هيدعم بعدد كبير من اللاعبين؟ لا طبعا، عدد محدود، مع عوده بعض المعارين اللي ممكن يكونوا اضافه ليا السنه الجايه. وده سيستم وثقافه، او مش عايز اقول ثقافه، استراتيجيه وسيستم ماشي عليه النادي الاهلي على مدار الكام سنه اللي فاتوا، وناجح جدا جدا. بنشوف محمد شريف ده طلع اعاره دلوقتي، محمد شريف نجم النجوم ما شاء الله عليه وهداف الدوري. فانت هترجع كذا لعيب من الاعاره، وهتدعم صفوفك بكام لاعب، 2-3 بالكتير بالكتير، ده لو يعني الدنيا بقى ايه هيبقى 4، بس ده صعب. وهتبقى عندك فرقه اقوى واقوى، وطبيعي ان انت بتبقى ماشي في مرحله الحفاظ على الفريق بتدعيم يخلي الفرقه واقفة على رجليها بالشكل الأكبر، لو واقفة على رجليها 100% تبقى واقفة 200%. وده أمر مميز جدا. الناس في النادي شغالة. اطمن، ما تقلقش. في النادي الناس كل واحد عارف إيه وظيفته وإيه دوره وإيه واجباته وبيقوم عليها على أكمل وجه، بيقوم بيها على أكمل وجه. مؤكد. مدير التعاقدات شغال بيخلص. بعد ما بينسق أو بيجيله الاراء او بتجيله القرارات من الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنه التخطيط، بيتحرك في الاتجاهات اللي هم طالبينها
وبينجز وبينجح، وعندها مدير تعاقدات شاطر بصراحه، امير توفيق شاطر، الراجل شاطر. فناحيه الصفقات اطمن، وهيتم الاعلان في توقيت مناسب، والتوقيت ده قريب. اكتر من كده مش هتكلم في حاجه، لان احنا مش في وقت صفقات. لكن احنا لاحظنا على مدار الاسبوع اللي فات والساعات السابقه، وده طبيعي نسبيا، ان الناس بتتكلم شويه على صفقات والاهلي هيجيب مين وكلام من ده، فبالتالي بنعلق على الجزئيه دي وبنرد على حضراتكم، بنوضح لحضراتكم زي ما احنا اتعودنا ان انتوا تبقوا معانا في الصوره اول باول. لكن برضو ما تنساش ان مش الطبيعي ان الاهلي يهدم الفرقه دي او يهد الفرقه دي ويبني غيرها، لان في اصوات اعلاميه بتقول الكلام ده، وفي بعض المحللين بيقولوا الكلام ده مع كامل احترام والتقدير لرايهم، لكن بدون اسس واضحه وبدون النظر لانجازات هذا الجيل وبطولاته اللي اتحققت. فكل حاجه في وقتها، والاعلان الرسمي دايما زي ما حضراتكم اتعودتوا من النادي ومن قناه النادي في التوقيت المناسب وبالشكل اللي هيكون بيسعد كل جماهير النادي الاهلي ويطمنهم في الاول وفي الاخر على فرقتهم. هم مطمنين على فرقتهم، على الرجاله اللي عندهم، على الجهاز الفني، ويطمنوا كمان بشكل اكبر لان التحديات لسه كتير. عندنا الشهر الجاي ده 3 بطولات، كاس مصر وسوبر افريقي، وعندك بعد كده كاس عالم الانديه، وعندك سوبر محلي كمان، كاس عالم الانديه لسه في شهر 12، في الشهر الجاي سوبر محلي والافريقي وكاس مصر، فعندك كذا حاجه مهمه قوي. فدي كانت جزئيه مهمه حبيت ابتدي فيها او بيها مع حضراتكم. الجزئيه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها النهارده، النادي الاهلي هني نادي الرجاء المغربي بعد مباراه تحفه امبارح بصراحه ما بين الرجاء والاتحاد السعودي، فرقتين كبار، لكن الرجاء المغربي انه قدر ان هو يتفوق بضربات الجزاء الترجيحيه بعد التعادل في الوقت الاصلي بنتيجه 4-4، مباراه كانت كبيره قوي في نهائي البطوله العربيه. فالنادي الاهلي هنئ الرجاء المغربي زي ما حضراتكم شايفين كده التهنئه دي بهذه البطوله، والعلاقات دايما جيده ما بين الاهلي ومختلف الانديه، ولو كان الاتحاد كسب كان الاهلي هيهنيه، وده الطبيعي جدا جدا. ودايما الاهلي بيبقى حريص على ان هو يكون متواصل مع اشقائه في مختلف الفرق العربيه والدول العربيه. لكن ايضا شيء بالشيء يذكر، يعني ناس كتير اتكلموا على الفيديو بتاع بدر بنون بعد ما الرجاء كسب وفرحه كبيره وطاغيه والراجل مبسوط قوي وكلام من ده، ووصل الامر، وصل الامر مع كامل الاحترام لكل الاراء، يعني ممكن نكون احنا وجهه نظرنا غلط وانتوا صح بعضكم يعني، وممكن البعض يتفق معانا، في الاول وفي الاخر الحكم بيبقى للجمهور، لكن في حاجات يا جماعه مش محتاجه حكم، يعني في حاجات مش محتاجه نتناقش فيها اصلا. هو بدر بنون ده ابن من ابناء مين؟ الرجاء المغربي. انتمائه في المغرب لمين؟ للرجاء. البطوله العربيه دي شارك فيها ولا شارك؟ لان خلي بالك البطوله العربيه دي من سنتين النهائي بتاعها دلوقتي، يعني البطوله دي انطلقت تقريبا في شهر اغسطس 2019، يعني كان لسه الاهلي اصلا ما فكرش في التعاقد مع بدر بنون اصلا، يعني اصلا. فاللاعب شارك في البطوله دي، فالبطوله بتحسب له. اللاعب منتمي لنادي الرجاء المغربي هناك في المغرب، فسعيد جدا جدا باصحابه وبالفرقه اللي بيشجعها. لكن للاسف الشديد الواحد شاف بعض الانتقادات الكبيره والمبالغ فيها، مبالغ فيها بصوره كبيره قوي بخصوص بدر بنون، وازاي تحتفل كده انت في الاهلي ومش في الاهلي؟ يا عم هو في الاهلي، هو الراجل شايفه عمل ايه يعني؟ الراجل بيعبر على انتمائه، الراجل حابب فرقته. احنا للاسف عندنا في مصر موضوع الانتماء ده قل شويه بسبب بعض المواقف اللي عملها بعض اللاعبين، فابتدت الثقافه عندنا شويه تتغير، لكن الانتماء لسه موجود. لكن عايز اسالك سؤال دلوقتي، هو بدر بنون لما هيلعب مع الاهلي باذن الله تعالى في السوبر الافريقي امام الرجاء هيدخل جون في نفسه؟ هيتخاذل في المباراه؟ طبعا لا، لعيب محترف في الاول وفي الاخر، لكن في نفس الوقت منتمي النادي هناك ومنتمي النادي الاهلي هنا لانه محترف وبيحب الاهلي، وشفنا قد ايه هو كان حريص على انه يلعب في النادي الاهلي. ومع ذلك انا عايز اوجه رساله لبدر بنون، يعني انا منتظر انك تقسو على ابناء بلدك في السوبر الافريقي وعلى اصحابك في فرقه الرجاء زي ما عمل علي معلول وزي ما عمل موسيماني، وطبعا طبعا هيبذل قصارى جهده في هذه المباراه وهيموت نفسه في الملعب عشان الاهلي يكسب السوبر الافريقي. فاكيد الرساله هتوصل لبدر بنون، وهو مش محتاجها اساسا، لو هو عارف كويس جدا جدا ان الاهلي عايز يكسب كل البطولات، وعارف كويس جدا جدا ان هو اهلاوي دلوقتي بيشجع النادي الاهلي في افريقيا، لكن في نفس الوقت بطوله اصلا الاهلي مش مشارك فيها، ففرحان بفرقته اللي هو كان بيشارك
معاها في نفس البطوله. فحاجه يعني مش عايزين نقف عند الحاجات دي يا جماعه، مش عايزين احنا ننتقد لاعبتنا او احنا نقف على حاجات صغيره زي دي، ساعات بيبقى في مبالغه معلش يعني. ده فيما يتعلق بموضوع بدري بنو وتهنئه النادي الاهلي. اختم بس الفقره دي بالكابتن حسام البدري واستعداداته للمعسكر المقبل اللي هيتخلله مباراتين امام انجولا والجابون في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم باذن الله تعالى. كابتن حسام البدري بيعقد بعض الاجتماعات مع جهازه المعاون بيتكلموا فيه على الترتيبات اللي بتتعلق ببدايه المعسكر اللي هينطلق يوم 28 بعد نهايه الدوري بيوم مباشره. الدوري يخلص 27، المعسكر 28 هيكون في البدايه المعسكر باللاعبين المحليين بدون اللاعبين الدوليين، وبعد كده الدوليين يبتدوا ينضموا من يوم 30 من شهر اغسطس في الاجنده الدوليه والوقت المتعارف عليه في الطبيعي ان هم ينضموا لمنتخبات بلدهم. فالامور ماشيه بشكل كويس جدا، بنتمنى للكابتن حسام بدري كل التوفيق وجهازه المعاون، وباذن الله يفرحونا من خلال انتصاره المتتاليين في ماتشين هيتلعبوا ورا بعض، واحد يوم واحد في الشهر 1 سبتمبر مع انجولا، والتاني مع الجابون يوم 5 هناك في ليبرافيل عاصمه الجابون. فان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين، 6 نقاط في البدايه كده تدي دفعه قويه جدا جدا باذن الله للمنتخب الوطني المصري. هروح لفاصل سريع بعديه نكمل فقرات الحلقه، استنوا. طيب الاهلي بيستعد لمباراه يوم الثلاثاء امام الجونه، مباراه مهمه جدا زي ما اتكلمنا، لكن عايزين نطمن بشكل اكبر بكتير عن فرقتنا ونشوف اخر استعدادات ايه والتطورات بخصوص النادي الاهلي قبل هذه المباراه. فبالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس القناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان نطمن من خلاله على كل الاخبار والتفاصيل. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما قلت موجودين الان على الهواء مباشره، وهالتمرينه او التمرينه الاولى للنادي الاهلي عقب المباراه الاخيره طبعا استعدادا لمباراه الجونه اللي هتكون يوم الثلاثاء. يا رب باذن الله يكون توفيق معانا باذن الله ونفوز على فريق الجونه باذن الله. مباراه باذن الله يوم الثلاثاء في الجونه، الاهلي بكره باذن الله يسافر في طياره الساعه 7:30. يا رب باذن الله باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي يوم الثلاثاء باذن الله. بإذن الله يا شريف. طمنا بقى على استعدادات الفريق وأهمية إن الأهلي أو الفرقة تاخد راحة امبارح في ظل ضغط المباريات والإجهاد الذهني والبدني اللي بيتعرض ليه النادي الأهلي في المرحلة الحالية، والاستعداد هيكون شكله إزاي على مدار سواء مران النهاردة أو مران بكرة بالتحديد من خلال متابعتك وقربك الشديد من فريق النادي الأهلي. زميل امير، يمكن الاهلي الاول عمل النهارده يعني مسحه بي سي ار، مسحه طبيه لمباراتين، مباراه الجونه ومباراه اسوان. يمكن التمرين من خلفي شغال الان مستر بيتسو موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، عملوا اجتماع مصغر مع اللاعبين في ارض الملعب وطلب اللاعبين بالفوز في المباراتين، طلب اللاعبين بالفوز في مباراه الجونه. النادي الاهلي بيلعب للنفس الاخير، وكابتن سيد عبد الحفيظ حظ اللاعبين من التهاون في هذه المباراه او مباراه اسوان كمان، المباراتين محمل الجد ولازم نفوز في المباراتين وننتظر ايه اللي ممكن يصفر عنه القدر في اخر المشوار. هنلعب لحد اخر ثانيه. يمكن الاهلي بيستعد بكل جديه لمباراه الجونه. خلفي في التمرين يمكن محمد شريف بيشارك في المران من اوله، شريف طبعا بيعلن جاهزيته. يمكن شريف من مباراه المصري كان ممكن يشارك، ولكن الجهاز الطبي حب يعني يطمئن اكثر على شريف ليه ياخد مدة أطول في التمرينات عشان خاطر يكون مستعد لمباراة الجونة. فبالتالي شريف بيشارك بكل صفة طبعا أو بكل أريحية في التمرين اللي يعني شغال الآن. وليد سليمان أيضا في التمرين بيأدي كل تمرينة بكل بقوة ما شاء الله، يا ربنا يبعد عنهم الإصابات. زي ما قلت زميل أمير، توالي المباريات وضغط المباريات وكل 48 ساعة مباراة، ما شفناش الكلام ده في العالم غير في مصر في آخر موسمين. ربنا يكون في عون اللاعبين وإصابات اللاعبين. حمدي فتحي اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية في مباراة المصري، عشان كده تم تبديله النهاردة، ما بيشاركش في المران. هو بيعمل عمليات استشفاء داخل الجهاز الطبي في النادي الأهلي. يمكن حمدي فتحي خلاص بيبتعد عن مباراة الجونة النهاردة. الجهاز الفني أيضا فضل إراحة أيمن أشرف وحسين الشحات، هم طبعا جاهزين لمباراة الجونة، لكن فضل إراحتهم من مران اليوم واكتفاء ببعض التمرينات داخل الجيم حرصا على سلامتهم وعدم الحمل على اللاعبين أكتر من كده. هو في لعبة كتيرة جدا مجادة، الراجل بيحاول
يحاول يعني يشوف المجهد اكتر ويخلي يخفف عليه الحمل البدني بلغه الكوره. الاحمال يعني اللي بتحصل في مصر مش موجوده في اي مكان في العالم. فالجهاز الطبي والجهاز الفني والاداري بيحاول على قد ما بيقدر يطبطب على اللاعبين عشان خاطر يعدي الموسم على خير. الموسم شاق، الموسم استثنائي ما بين بطولات افريقيا وبطوله الدوري ولسه وبطوله الكاس. فربنا يعديه على خير باذن الله ونعدي الموسم على خير ونخرج بسلامه لجميع لاعبي النادي الاهلي. يبقى حمدي فتحي بيبتعد عن مباراه الجونه، ايمن اشرف وحسين الشحات بيعلنوا جاهزيتهم لمباراه الجونه وطبق الرؤيه الفنيه المستر بيتسو موسيماني، محمد شريف وليد سليمان ايضا بيعلنوا جاهزيتهم لمباراه الجونه وطبق الرؤيه الفنيه المستر بيتسو موسيماني. فيما عدا ذلك الحمد لله مفيش اي اصابات يا شريف. الكل بيشارك بصفه طبيعيه جدا، يا رب باذن الله بس يبعد عنهم الاصابات وتعدي على خير باذن الله ونخلص الموسم الشاق ده على خير باذن الله. هل من الممكن ان احنا على مدار المباريتين المتبقيتين من بطوله الدوري نلاقي واحد زي محمد محمود زي كريم نيدفيد بيشاركوا في المباريات دي، ولا الموضوع لسه صعب شويه محتاجين وقت اكتر عشان يقدروا يشاركوا في المباريات؟ الامور بتشوفها ازاي من خلال المران يا شريف؟ يعني يمكن محمود متولي هو اللي ممكن يكون ليه فرص الاكبر في المشاركه. كان اعلن جاهزيته وبدا يشارك في جزء من المباريات، جاله يمكن زي شد صغير في العضله الضمه، خف منه، عمل عمليه في اللثه، الناس كلها قالت عنده شد، هو كان بيعمل عمليه في اللثه في طبعا الاسنان، هو ده اللي بعدته شويه، ولكن بيشارك في المران بكل قوه. ممكن نلاقيه في المباراتين محمد محمود وكريم مش بعيد، ممكن نلاقيهم مثلا في مباراه اسوان بياخدوا جزء من المباراه، ممكن في مباراه الجونه مش بعيد خالص لا في حسابات طبعا مستر بيتسو موسيماني، ولكن الأقرب من الرؤية ممكن يكون محمود متولي. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله للنادي الأهلي. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي كان معانا على الهواء مباشرة من داخل استاد مختار التتش. طمنا بشكل كبير جدا على كل ما يتعلق بالنادي الأهلي وآخر استعداداته لمباراة الجونة. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل، استنونا. طيب بص بقى، احنا هنجيب دلوقتي ترند الاهلي، بس ركز في الاخبار ماشي اللي بتتقال على الاهلي في السوشيال ميديا النهارده بالذات، في المرحله دي كمان، لان الكل بيتكلم على الصفقات، في حاجات بقى محتاجه تعليق، فخلي بالك كده معايا. تعال بص اول خبر ده، مش فاضي حتى يفتح اهو، بص اول خبر اقرا كده، قال لك ايه ده من الوطن الرياضي حسابهم الرسمي على فيسبوك، الاهلي يرد على رفض عمرو السوليه للتجديد. بص يا ابني مفيش احتراف وما فيش كمان زياده في الراتب. هل بذمتكم ده كلام منطقي؟ يعني انا راضي ذمتكم ده كلام منطقي؟ يعني حتى ممكن احاول تجتهد في الخبر، اه في ناس تجتهد ما فيش مشكله، بس لازم تحط شويه منطقيه في الموضوع. يعني لا التوقيت توقيت اصلا كلام في تجديد ماشي، ولا عمر السولية هيرفض رفض كده على العقد او على التجديد تمام، ولا عمر الاهلي هيرد الرد ده على عمرو السولية. ساعات بعض الاعلام تتحط كده عشان يقول لك ايه، تعالى اقرا والنبي، تعالى والنبي عشان خاطر اقرا، لكن دي حاجه غريبه جدا، غريبه خالص. يعني عمرو السولية الراجل موجود مع النادي الاهلي، قمه في الالتزام، قمه في التفوق الفني تمام، لعيب مهم جدا، الاهلي اكيد حريص على التجديد لعمرو السولية، عمرو السولية حريص على استمرار في النادي الاهلي تمام. لكن طبعا بيبقى في بعض المفاوضات وبعض الكلام ده، بس ما حصلش دلوقتي خالص خالص، والمفاوضات هتكون في وقتها، والاعلان عن اخر التطورات هيكون في وقتها، لكن الصيغه دي غير يعني غير مقبوله بصراحه، كلام غريب يعني. وانا كان ممكن ما اعرضش الحاجات دي لحضراتكم، بس لازم نبقى مع بعض كده في الصوره اوضح لكم كل حاجه يعني. تعالوا نروح ليلا كوره وحسابهم الرسمي على فيسبوك، قال لك ايه؟ قال لك كيف يفكر الاهلي بشان المعارين في الموسم المقبل؟ اتكلمنا مع حضراتكم في الجزئيه دي، الاهلي استقر على بعض الاسماء اللي هترجع وهيتم الاعلان عن اسمائهم خلال مرحله قريبه جدا جدا، والاهلي مرتب اموره بشكل مميز دون الخوض في متن هذا الخبر. الاهلي مرتب اموره بشكل كويس جدا وحاطط خيارات واحد واثنين وثلاثه على حسب اللي ممكن يمشي وممكن يقعد، كل حاجه مترتبه ما تقلقش وطمن بشكل كبير جدا. اخر خبر سريعا قبل ما اطلع للفاصل، الاهلي يفتح ملف ضم مهاجم بعد ازمه غياب محمد شريف، ده من اليوم السابع مفيش ازمه في غياب محمد شريف، لان شفنا بواليا يهدف، ممكن مش بنفس الكفاءه بتاعت محمد شريف في التهديف، لكن هو لعيب مميز جدا، صلاح محسن هدف في المباراه الاخيره، فمفيش ازمه قوي يعني.
لكن ممكن يكون في اتجاه، ممكن لسه ما مش واضح الكلام ده عند النادي الاهلي، انك تضم مهاجم محلي او حاجه، ده هيتضح بشكل اكبر خلال المرحله اللي جايه. فنتمنى كل التوفيق في الاختيارات اللي هياخدها المسؤولين في النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ناخد اخر فقرات الحلقه النهارده، خليكم معنا استنونا. طيب بشكل سريع خليني اخد تفاعل حضراتكم معانا على سؤال الحلقه، هو كان بيتعلق بايه هي افضل مباراه للاهلي هذا الموسم. نبتدي بحسين النقيب واللي قال مباراه الاهلي والزمالك الدور الاول طبعا كانت مباراه مهمه جدا، والاهلي عمل ماتش كبير وكان عندنا غيابات كتير، ومحمد شريف اللي جاب الهدفين، مباراه طبعا من ضمن المباريات الكويسه. محمد عبد الراضي قال على المستوى المحلي مباراه سموحه 4-0 للاهلي، ماشي على مستوى افريقيا النهائي 3-0 امام كايزر تشيفز الجنوب افريقيا. عدد كبير من مباريات الاهلي اداها بشكل كويس هذا الموسم في مختلف البطولات. دي كانت تفاعلات حضراتكم، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، سلام.